مطبق مباشر مباشر على الشاشة عشان احل بروبلم اثنين اسرع. حكى لي في سبيس فيكل 200 كيلوغرام، يعني زي ما نحكي ام وفينوت بتخص هذا الجسم. حكى لي سرعتها صفر ثرو ذا اوريجين، مشت عند الاوريجين. يعني لو في عندي اوريجين وانجلر مومنتم مثلا بس ثرو او، معناته اتش او تساوي زيرو، خليها ببالك. فحكى لي الفي نوت الها 150 اي هات ريلاتيف تو ذا فريم، اللي حكى لي نيوتن فريم، هذا نيوتن ابصر شو اسمه، يعني اباونت او اباونت او. حكى لي فولوينج صار في انفجار مثلا، حكى لي انقسم لثلاث اجسام اي وبي وسي، كتلهم 160 40. حكى لي تي 2.5، وحكى اعطاني البوزيشن لاي وبي، يعني ار اي وار بي، يعني هاي 555 اي هات سالب 180 جي هات 240 كي هات، وهي نفس الشيء. حكى لي اوجد لي احداثيات سي. طيب احنا بنعرف انه القانون ام في في تساوي ام في في زائد ام في في زائد ام في، او ام في ار تساوي ام في ار زائد ام في ار، يعني كلها حفظ لللينير، حفظ لإكويشن معينه. بس احنا بنعرف من شابتر 11 انه المسافه الاكس اف تساوي في نوت في تي، فلما ما يكونش في اكسترنال فورس، فيش تسارع، فيش كذا، ففي نوت في تي. طلعت ايش الار بار الاصليه، ار بار في ام تساوي ام اي زائد ام بي زائد ام سي، وطلعت ار سي. طيب احنا بنحل هسه احنا بروبلم 2، وهذا اهم يعني، هذاك مش التطبيق المهم عليه. حكالي في عندي 9 كيلو جرام، هاي ام الاصليه، وحكالي انه بتمشي بسرعه فيلوسيتي 30.5، طبعا اتجاهها لليمين. هسه انتبه الاتجاهات، هسه انفجرت لجسمين اي وبي، كل واحد كتلته الاول ام اي 2.3 وبي 6.8. knowing that after راحن هس كل واحد بزاوية، بعد الانفجار راحن كل واحد بزاوية A و B. حكى لي اوجد سرعة ايش؟ سرعة A و B. فانا راح اطبق له conservation of linear momentum. بنحكي له M نوت V نوت تساوي شو انقسم عندي؟ انقسم لجسمين M A V A زائد M B V B. طيب M نوت عندي 9 وفي نوت عندي 30.5 موجب، انا بدي اخذ هسه الاكس كومبوننت. انا حكيت راح نقسم الاكس كومبوننت وواي كومبوننت. شو بتساوي؟ ام اي 2.3، شو في اي؟ في اي كوساين ثيتا اي اللي هي 45، كوساين 45 زائد ام بي 6.8 في في بي كوساين 30. هاي معادله رقم 1، هاي معادله رقم 1. بنروح على الواي كومبوننت، واي كومبوننت هسه كان في عندي سرعة افقية، في سرعة على الواي الابتدائية للجسم الاولاني لا، فبنحكي له صفر تساوي في عندي 2.3 في اي ساين الاربعين، طبعا لفوق موجب، ناقص ليش؟ لانه في بي لتحت 6.8 في بي ساين، طبعا هي 45 مش 40، هي 45 ساين 30. في بي في اي معادلتين مجهولين، يعني على الحاسبة بتحلهم يدوي، بس بفضل شابتر 14 يدوي مش هتتمرس، لأنه في أسئلة خمس معادلات وخمس مجاهيل، زي سؤالنا الفاينل أجانا ست معادلات ست مجاهيل يعني، فبفضل إنه تحل يدوي مشان تصير تحل أسرع. فهسا راح ننتقل للبروبلم. بروبلم واحد حكيت لكم إنه إمباكت، فراح نحله إمباكت. في مطلوب مني بروبلم 3 بتحله برضه تطبيق مباشر على الشابتر 11 بتذكر، أو شي زي هيك. إذا كان في صواب احكوا لي بسوي فيديو 13 و 14 3 و 4 واحد منهم. بعدين المطلوبين هسه هذول البروبلم، هذا التطبيق على انجولار مومنتم اباوت او اباوت اتش اباوت جي قصدي، اذا في لينير مومنتم. بس راح يكون يعني هاي الصفحه كثير سهله، بروبلم 9 بروبلم 11 12 13 14 كثير سهلين وبنحلوا تطبيق مباشر على المصفوفات. شو بضل عندي؟ بروبلم 10، بروبلم 10 في فكره راح اشرحها فيديو لحالها، بس راح احل 9 انا، بس مش راح احله انا بالتفصيل يعني انه احل بايدي، راح بس اكتب شكل المصفوفات وأورجي واكمل الحل من المانيوال. لا 9 و11 وكذا، وبروبلم 10 راح اشرحه لحال بعدين، بعرفش اذا اليوم. وبروبلم الثانيه راح تبلش عندي الطابعة زي هيك، يعني التشابتر فعليا خلص يعني شبه انتهى، بضل بس بلياردو وبضل فلويد. هذولا راح اشرحهم جزء اليوم او بكره. يعطيكم العافيه.